2006 بقى وناخد تقرير عن المسابقه والاحداث ثم نعلن النتائج النهائيه ل 2006. احنا منظومه فعلا كبيره كبيره قوي قوي يعني، واعتقد ان احنا بنجني ثمار مجهود 3 سنين او 2.5 سنين بالاخص يعني، بنجني مجهود كبير جدا، والحمد لله اللي احنا مسمعين في مصر دلوقتي، وان شاء الله اللي جاي بقى اصعب يعني. احنا عندنا مرحله لكن اللي جاي اصعب، ازاي تحافظ على المستوى وازاي ترتقي وازاي تبقى في مستوى اعلى. احنا عندنا بطولات 2006 وعندنا بطولات السنه الجايه 2007 بره دوليه و2008 في مصر هنا، تمام؟ كل ده على مستوى زي البطولات اللي اتعملت اللي هي كانت في رمضان بتاعت البطوله الدوليه، في دي كانت بطولات دوليه النادي بيتحملها واتفاق مع الانديه الاوروبيه اللي احنا بنعمل البطولات دي. احنا بنتكلم طبعا على المستويات كلها في قطاعات الناشئين، ان من اهم الحاجات ان يبقى فيه تطوير، اللعيبه تبقى متطوره وتبقى جاهزه انها تنافس على المستوى الكبيره في مصر. ده بان السنه دي بالذات فرقه 2003 و2006 بيقولوا الولاده مش بس مكاسب، لا اتطورت على المستوى التدريبي. ده برضو بفضل ان يبقى فيه قطاعات ناشئين بشكل كويس، مدربين عندها علم ومدربين عندها معرفه يعني. وفي نفس الوقت ده بان وظهر في البطوله الدوليه ان احنا قادرين على المنافسه. حد يبقى مرتبط باسم زد يبقى محظوظ، وفي نفس الوقت لما ترتبط بفرقه 2006 برضو تبقى محظوظ، لان فرقه يعني من اول ما اتكونت رايحه لحته بعيده، رايحه النادي بيأهلها لحاجه كبيره. احنا بدأنا الموسم ده، انا اول سنه معاهم ومعظم الجهاز الفني كمان بقياده المدير الفني الالماني، احنا بدأنا الموسم بشكل كويس، وصلنا نهائي كاس مصر، ما كناش موفقين بس وصلنا نهائي كاس مصر، وكان بطوله قويه بالنسبه لنا ان احنا نوصل نهائي. بعد كده على مدار الدوري الحمد لله بقينا برضو ماشيين كويس، ويعني على الصداره دايما من بدايه الدوري. بعد كده دخلنا في بطوله دوليه في وسط الدوري برضو مع انديه من اوروبا زي باناثينايكوس، استون فيلا، فاينورد، فيتوريا البرتغالي، ومعانا النادي الاهلي، برضو خلصنا بشكل كويس، وصلنا على المركز الثالث. والله احنا شغالين في منظومه موفره لنا كل حاجه، ما فيش حاجه الاداره وكابتن علاء وكل الناس اللي موجوده في الاداره مقصره معانا في حاجه، لا بالعكس كل حاجه متوفره لينا وفي كل ادوات النجاح متوفره، فاكيد الحمد لله ربنا كرم وكل مجهودنا وتعبنا بان احنا الحمد لله موسم بالنسبه لنا كان موسم فيه شغل كتير وفيه تعب كتير، لكن الحمد لله اتكلل ببطوله اول نادي تخش اول مره تخش النادي بطوله الجمهوريه 2006 وثالث بطوله دوليه زائد وصول الفاينل كاس مصر، فده كله طبعا نتاج تعب وشغل كل الجهاز والاداره واللاعبين طبعا. والله طبعا هي كانت بطوله قويه، وكان الدوري يعني كان مع الاهلي، كان عارف الدنيا كانت اللي هو هنا نقطه كده نقطه قويه بس بعد كده احنا فرقنا يعني، لما قعدنا نكسب مثلا الاهلي تعادل فكسبنا الحمد لله، والحمد لله على كل شيء. كابتن علاء والاداره كلهم كانوا موفرين كل حاجه، بص صغيره وكبيره يعني، بص ما هي قال لك اللي انت تنزل الملعب تعمل اللي عليك، بس كل حاجه متوفره بره الملعب وجوه وكل حاجه يعني، منظومه محترمه كابتن علاء والاداره والنادي كله. بنبارك لزيد الحصول على هذه البطولة بفارق كبير 70 نقطة، يليه الأهلي ب 59 نقطة، إم بي 49، تعمل ممر شرفي للاعيبة إم بي في جماعة ما تحيروناش معاكم يا جماعة، دول إم بي عاملين ممر شرفي للاعيبة زيد طبعا يستحق كل تحية وتقدير، وهم فازوا في المباراة الأخيرة كمان على المصري بأربع أهداف مقابل هدفين. اتفضل يا كابتن سعيد. زي ما شدنا كابتن قلنا بنعيد ونزيد يا كابتن، منظومة زد منظومة أوروبية دي دي حقيقة فعلا، من كل حاجة كامل الإمكانيات والملاعب واللعيبة والمدربين. النهاردة بنشوف أول مرة نشوف مدير فني لفريق 2006 زد، جيدو مدرب